هاتف من القاهرة المهندس محمد بهي الخبير الصناعي. مهندس محمد مساء الخير، وطبعا دائما الحديث عن ضرورة زيادة الصادرات المصرية سواء إلى الأسواق القريبة منا في إفريقيا مثلا أو للأسواق الأوسع في أوروبا والعالم بأكمله. كنا بدأنا وقطعنا شوطا في هذا المشوار بالذات فيما يتعلق باستهداف الأسواق الإفريقية. ما المطلوب من الحكومة الجديدة لتنشيط هذا القطاع أكثر في الفترة المقبلة؟ تمام، مساء الخير على حضرتك والسادة مشاهديكي. الحقيقة هذا الأمر، يعني أنا قلت مرارا أن احنا يعني قطعنا شوط طويل جدا في إنجاز البنية التحتية وأيضا في توسعة المواني وكل هذه الأشياء، وما أيضا يتعلق بتوفر الطاقة ومحطات الكهرباء اللي أدت إلى عدم يعني احتياجنا إلى مزيد من الطاقة في للمصانع والصناعات القائمة، وده أدى الحقيقة لتشغيل المصانع بطاقة أكبر من الفترات السابقة. احنا الحقيقة في عام أعتقد أنه هو عام جني الأرباح، يعني احنا النهاردة بعد ما انفقنا على البنية التحتية وطورنا كل منشآت الدولة المصرية وبما حبانا ربنا ايضا بهذا طبعا الموقع المتميز، تستطيع مصر ان تصبح اولا منطقة لوجستية لتبادل التجارة العالمية والحاويات، وايضا التوترات اللي حصلت في شرق اسيا او في روسيا. احنا شايفين الايام اللي جايه ان شاء الله يعني بتحمل كثير من الامل، خاصه بعد اولا تدفق الاموال او العمله الصعبه للبنك المركزي اللي هي بالضروره هتؤدي الى زياده المعروض، هيؤدي الى انخفاض قيمه الدولار، وطبعا كل السلع مربوطه بالدولار، وده هياثر تاثير ايجابي على الصناعه وعلى حتى المواطن البسيط في السلع الأساسية. توفر العملة الصعبة من خلال طبعا وجود صفقات ضخمة تم إقرارها خلال الشهور الأخيرة، صفقة رأس الحكمة، وأيضا تابعنا العديد من الصفقات من خلال الاتحاد الأوروبي منذ يومين، وتستهدف الصناعة وتستهدف مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة. يعني هل ترى أنه في قطاع بعينه يمكن أن يحدث الطفرة التي نتطلع إليها؟ بداية هو طبعا الاهتمام بالطاقة الخضراء ده مؤثر على كل الصناعات، لأن العالم كله النهاردة بيسعى طبعا إلى يعني محاصرة مشاكل المناخ، وده ممكن جدا يصب في مصلحة المصدرين بشكل خاص. هذا أمر مهم جدا، أنا بعتقد أن يعني التصدير هو يعني مسألة حياة بالنسبة للدولة المصرية بشكل عام، وزي ما قلنا أن حتى على الأقل لما الصناعة النهاردة تدبر احتياجاتها من الدولار وتخفف الضغط على المركزي، هيبقى هنا يعني ما عندوش غير طبعا السلع الأساسية، وزي ما قلت لحضرتك هيتوفر الدولار وتنخفض قيمة كل تقريبا يعني السلع الأساسية للمواطنين. تأكيدا يعني على هذا الأمر، احنا النهاردة في فكرة كما أشرت حضرتك ما جاء لمصر من عملات أعتقد أنه يفوق حتى طموحات سابقة. عشان كده بقول لحضرتك ان فكره حتى التعامل او التشابك مع الاتحاد الاوروبي، وهو طبعا يعني له باع طويل جدا وسبقنا نعترف صراحه في ما يتعلق بتوطين الصناعه بالتكنولوجيا، نستطيع ان نستدعي النهارده ادوات العالم اللي بتجدد بشكل دائم ونحدث صناعاتنا، وايضا هذه الصناعات عندما تاتي لمصر وليها محطات تصديريه في الخارج تاخذ او تصبح قاطره للصادرات المصرية في الخارج وتزيد من الرقعة الأفقية في الصناعة طبقا لما أولاه رئيس الجمهورية من وجود ظهير لكل المحافظات وتوسع في إقامة المصانع حيث توجد القيمة المضافة. هذا أمر أعتقد هينقل مصر نقلة قوية جدا في المستقبل القريب. طيب، يعني خلال السنوات الماضية تم إنجاز مناطق صناعية ومناطق لوجستية،
ما المطلوب لتنشيط العمل أكثر في هذه المناطق من وجهة نظرك؟ الحقيقة يعني لابد أن احنا ننظر يعني نظرة أبعد شوية، وأنا بعتقد مع انحيازي للقطاع الصناعي لابد أن تكون القيم هنا سواء في أسعار الأراضي أو قيمة الإيجار نفسه لابد أن تكون رمزية، لأن على المدى الطويل هذه المصانع هي مولدة للضريبة والرسوم، وممكن جدا أن تصبح يعني أو تزيد من القيمة اللي هي بتمول طبعا الموازنة المصرية وتسد كل العجز الموجود حاليا. أنا شايف أن الاهتمام بهذه يعني بالقطاعات كلها وهذه الكلاسترز أو التجمعات الصناعية شيء جيد جدا، وأيضا ممكن إقامة كثير من هذه التجمعات بشكل قطاعي زي ما قلنا حيث توجد القيم، يعني إذا كان في رمال سوداء مثلا في منطقة، إذا كان في رمال بيضاء في سيناء، كل مكان يقام فيه يعني صناعة قائمة على الخامات المتوفرة أو الموجودة في المنطقة الجغرافية المنوط بها طبعا إقامة هذه الصناعة. برأيك وجود وزارة للاستثمار مرة أخرى في التشكيل الوزاري، هل يعني سيساعد من تحسين الأجواء الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات بطريقة مختلفة عن السنوات الماضية في عدم وجود هذه الوزارة؟ الحقيقة يعني طبعا يعني تزكية النفس يعني شيء مش كويس، لكن أنا أكثر حد طالبت بهذا في الحوار الوطني. نحن كنا نحتاج، وأعتقد أن رؤية القيادة السياسية إذا كان ما سمعناه أن حيتم فصل التجارة الخارجية عن الصناعة وأن تتولاها وزارة الاستثمار، ده شيء جيد جدا، لأن زي ما قلت لحضرتك التصدير هو مسألة حياة للدولة المصرية. فكرة أن يكون هناك وزير طبعا لا يقلل هذا من سيد رئيس هيئة الاستثمار ولا أدائه، ولكن اشرح لنا أكثر مهندس محمد يعني تقاطع عمل هذه الوزارات أو حتى دمجها في وزارة واحدة، إيه الفرق أنه تكون وزارة التجارة الخارجية في فترة مع الصناعة أو بشكل منفصل أو مع التجارة الداخلية أو مع وزارة الاستثمار؟ بيفرق في إيه في اتخاذ القرار وفي وضع الاستراتيجية العامة لهذا الملف؟ حضرتك تلاحظي ان طبعا يعني اولا وزاره الصناعه اولا يعني لديها هيئات تابعه كثيره جدا واعمال اكثر يعني من المعتاد في الوزارات الاخرى. انا بشوف ان زي ما قلت لحضرتك ان نولي الامر هنا ليس فقط يعني باجراء شكلي، ولكن بان يكون هناك على راس وزاره يعني الاستثمار والتجاره الخارجيه شخصيه اقتصاديه مشهود لها. يعني دائما الوزير لابد ان يكون لديه ميشن اند فيجن، يعني يبقى عنده مهمه وعنده ايضا رؤيه فيما يتعلق بملف وزارته. فدي حقيبه بتحتاج لشخص، وانا اعتقد طبعا الدوله في هذه المره ودوله رئيس الوزراء بالتوافق مع القياده السياسيه اظن تم اختيار يعني كثير من العناصر اللي ليها باع كبير جدا، وحتى من بقوا في الوزاره هم اشخاص لهم اداء متميز ومشهود ليهم بالكفاءه في قطاعاتهم، وهنا ده ضمانة قوية جدا لأن يصبح القادم أفضل بإذن الله. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس محمد البهي الخبير الصناعي على وجودك معنا.